اهلا وسهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كديرين مع الصحه؟ تنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، تكونوا صحه جيده يا ربي. وتنتمنى اني نكون اول وحده بارك لك باركت لكم العواشر، وتخليكم رمضان بالصحه والخير والرزق يا ربي، وجعلها مغفره للذنوب يا ربي. المهم نستعدوا لرمضان، ماشي غير بالماكله والكرش، نستعدوا ليه حتى بالعباده، ما نساواش، هذه اساسيه ومهمه وهي رمضان. الا ما كانتش العباده ما كاينش رمضان. المهم خلينا مع الفيديو ديالنا، نتمنى انكم تكونوا في مفيدين ومستفيدين معايا ان شاء الله كما ولفتكم، وديما فيد واستفيد، والبساطه كما تعلمتوا في القناه كما تعودتوا عندي في القناه. المهم نتمنى انكم تدعموني بلايك وبواحد اشتراك، وتنتمنى قناتي تكبر بالله سبحانه وتعالى وبكم وبالمجهود ديالي ان شاء الله. وتنتمنى اللي وصل عندها الفيديو وصلت معايا حتى لهاد البليصه هذه. انا ماشي جيت نبان اولا جيت نقول لكم اشنو كليت ولا اشنو شربت، انا جيت غير نشارك معكم فيديوهات ونصائح. والواحد فاش يكون مجرب الحاجه ماشي بحال واحد ما يكونش مجربها، هذا علاش بغيت نشارك معكم الفيديو. وما كل واحد عنده خير في دارو، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ماشي انا ماشي نتوما. مجرد يعني افكار تنشاركهم معكم، وتنتمنى انكم تنتم تفيدوني بافكاركم، علاش لا؟ يعني هذه راه قناتي وقناتكم حتى نتوما، راه حتى نتوما ليكم الفضل فيها كبير، والفضل الكبير هو لله سبحانه وتعالى. ودابا خلينا ندخلوا للموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله. جيت بغيت نشارك نصايب شي دجاج للدار، وقلت علاش ما نخليش ليكم الفيديو فيد واستفيد دائما. هنا عندنا جوج دجاجات، وحده قطعتها وحده مازال بغيت غير باش نشارك معكم الفيديو، ما بغيتش نقطعها، هي باقا بحال هكاك. يلا بغيت نوصلوا، قلت علاش ما نخليش ليكم الفيديو، هانتوما شفتوا راه باقا ما منقيه حتى حاجه، هانتوما صافي. قلت علاش ما نخليش ليكم الفيديو، هيا شفتوها، وهذه قطعتها هانتوما، دوك القشيوشات ديالهم درتهم مقيله هكا. قلت علاش ما نخليش ليكم الفيديو ونشارك معكم التقطاع، ونشارك معكم الغسيل وتشرموا اللي غادي ندير. حتى انا ما تنديروش هكا في الثلاجه نيشان، تنديريه نغسلو بالحامض هكا، بالحامض بالملحه بالخل، وكاين اللي تيغسلو حتى بسكنجبير. شي علاش قلت الله نشارك معكم الفيديو من البدايه ديالو، مي انا غادي نغسلو كامل بالخل والحامض والملحه، ونخليه يتسقطر حتى يتسقطر مزيان، حتى ما يبقاش فيه الريحه ديال الماء. وعاد ان شاء الله نشارك معكم الشرمولة ديالو اللي غادي ندير ليه ان شاء الله، ونشارك معكم الطريقه باش انكم يعني تنظموا الفريكو ديالكم اولا تنظموا التقضيه ديال شهر رمضان ان شاء الله. حيت سبحان الله العظيم الشهر ديال رمضان تتكون فيه المصروف اكثر مضوبل على الايامات العاديين، او حنا تيجينا بحال هكاك، ما عرفتش انا بدا تيجيني بحال هكاك، ما عرفتش، بغيتكم تخليو لي تعاليقكم وتقولوا لي واش بصح ولا غير انا اللي تيبان ليا. وتنظموا هكا الدجاج الحام، يعني كنتو تستعملوا قنيه، كنتو تستعملوا بيبي بحال هكا، يعني تقضي يعني غادي تقضي مثلا هاد الشهر تقضيه مثلا 26000 ريال، تقسميها باش تدي لك الشهر وتشيط لك مازال. الا كنتي يعني دقيقه في الحسابات راه غادي تنظميها ان شاء الله. وانا بغيت نخلي لكم فكره، والكمال على الله سبحانه وتعالى، وكل واحد يتمشى على قدو كيما تنقولها لكم، كل واحد يتمشى على قدو. الا كنتي تلبسي 38 لبس 38، كنتي تلبسي 40 لبس 40، كل واحد تيمشي على القدر ديالو اللي عنده في دارو، ماشي غير حيت انا شاركت لك الفيديو لحت لك الفيديو حتى انتي غديري بحالي. كل واحد تيمشي على قد الجيب ديالو، هذه ديما تنقولها لكم انا، ماشي جيت نقول نبان ولا جيت نفوع لكم، الفيديو ديالي واضح شارح راسو براسو. المهم انا غندوز نغسل الدجاج ديالي باش ان شاء الله نشارك معكم الفيديو هكا. دابا غادي نخوي هذا اللي مقطع باش نقطع هذه ان شاء الله، ورجع نلقاكم ان شاء الله يا ربي.